الإسلام حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل أبدا. يقولون الشيخ ربيع لم يقرأ الأدلة. يقولون أن الشيخ ربيع لم يقرأ الأدلة. كذاب. هذا كلام لا إله إلا الله. هذا كلامها. هذا كلامه كله صرفرة ما عنده ولا دليل. لا إله إلا ما عنده ولا دليل. قلهم طلعوا هذا أدلة. قل ما في أدلة. قل هذا أدلة محمد هادي. أحسنت جزاك الله. قل هذا أدلة. جزاك. الشيخ ربيع ما عرفها. خلوه ما عرفها. بارك الله فيك. ما قرأها. أطلعوا لنا. يلا أعطونا. أعطوها لنا. قولوا. جزاك الله. أنا عرف. سؤال الشيخ. أنا قرأتها حرفا حرفا ما وجدت عنده ولا دليل. قرأت في كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل. أبدا. لا إله بارك الله. هيا اسمع أنا أقول لكم. الذي عنده دكتوراه ولا عنده ماجستير وعنده شهادة جامعية جهال هؤلاء بيقول صافقة ويطعم فيه ويبدعهم. الشيخ ربي الحمد لله أنتم صبرتم على ناس كثيرين. عبد الرحمن عبد الخالق أخطأ وصبرتم عليه. الشيخ محمد لا لازم تصبرون عليه. صبرنا عليه صبرنا عليه لكن عبد الرحمن أخار ولا أشهر مأشار فتنة محمد هادي قوة الفتنة هذا طبقت العالم ويصرح بعدم الاجتماع. بارك الله فيك. ايش نقول؟ نسكت؟ ما نسكت عنه؟ يعني ينشر الفتن والمشاكل. احنا ما شاء الله. ها؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في الدارين حفظكم الله. جزاك الله خير شيخنا. حفظك الله.